It really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم اليوم؟ رجع لكم بمقطع جديد، مقطع اليوم عن لعبة تراق الراجة، وراح يكون مقطعنا اليوم عن شلون تاخذ هدايا التخرج، يعني هدايا تخرج وكل شيء. لكن قبل لا نبدأ اتمنى انك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافية. خلونا نبدأ الحين، بسم الله. شوفوا، دخلنا اللعبة الحين، فهدايا التخرج تضغط على كلمة الفريند، وبعدها تختار كلمة مي، بتجيك أشياء كثيرة. اختار اللي هو هذا قبات التخرج زي ما تشوف. الشروط يقول لازم يكون معك لاعب فوق ليفل 35، هذا أول شيء. فالحين أنا بشوف لي لاعب من الكلان، زي ما تشوفون هذا واحد جامعنا مثل ما تشوفون. فالحين تدخل على الفرند وتدخل على مي، وبعدها قبعة التخرج، وتضغط كلمة جو نفس كذا. بيجيك هنا بيقول جيك هنا أشياء كثيرة، اختار أول كلمة، وبعدها اختار لقب، اختار لقب أي لقب، حلو، وضغط كنفروم. الحين خويك راح يختار، تشوفون اليسار خويك راح يختار. كويس، الحين تم الاشتراك بسلام. فعشان تتأكد انه صار شريكك فعلا، تدخل على قائمة الاصدقاء وتختار الكلمة هذه. بتحصل ثواني بس، بتحصل القبعة، تشوفون عنده يعني هذا الرجال صار شريكك. تضغط عليها بتجيك الشاهدة. المهم تلعبون الاحداث، كل حدث يعطيك نقطتين زي ما تشوف. الحدث هذا لازم تلعبه، وحدث سباق السيارات ودراجون. المطلوب يعني منكم كل أنت وشريكك، لكن المطلوب منك أنت أنك تدخل على الأحداث وتلعب اللي هو حدث السيارات هذا، وبعدها تلعب حدث، وبعدها تلعب الحدث هذا زي ما تشوف. وتلعبون الحدث هذا يوميا، كل ما تلعبون يوميا راح تجيبون نقاط. يعني كل اللي عليك أنكم تلعبون الأحداث، تجمعون نقاط، تشترون من المتجر اللي شرحت لكم. بعد ما تاخذون النقاط المطلوبة تدخلون على الفرند، حلو هنا، وبعدها تشترون من المتجر هذا اللي تبون. وبس، هذا هو مقطع اليوم، أتمنى عجبكم، يعطيكم العافية على وقتكم، والسلام.